السلام عليكم. ان شاء الله هنبدأ في اول فيديو في السيريز. المفروض ان انا عندي سيريز مثلا بالشكل ده. السيريز هي عبارة عن مجموعة من الكومبوننت، بس الكومبوننت بتبقى كتيرة شوية. فانا لو عندي سيريز واي بيساوي اكس بلس اكس سكوير اوفر 2 بلس اكس 3 اوفر 3، انا لو عندي سيريز بالشكل ده فانا عندي احتمالين. الاحتمال الاول ان مجموع السيريز دي يا اما هتساوي فاليو 5 7 10 اي حاجه، يا اما هتساوي ما لا نهايه. انا لو حطيت هنا مثلا اكس ايكوال 10 وكملت بنفس السيكونس، ففي الناتج الواي هتطلع بما لا نهايه. لو حطيت مثلا اكس هنا بتلت او كده، الواي هنا هتطلع برقم، تمام. فقلنا ان احنا هنا عندنا احتمالين، يا اما هي هتساوي ما لا نهايه يا اما هتساوي فاليو. في حالة انها بتساوي فاليو بقول على السيريز دي انها كونفرجن، انها في الاخر بتقرب لي او بتديني رقم. انما في حالة انها تساوي الانفينيتي بقول عليها دايفرجن. طيب ازاي اقدر احكم على الدالة دي؟ ده موضوعنا بقى هنا. خدت 5 حالات عشان نقدر نحكم على الدالة. اول حاجة او 5 تيستات. طيب اول تيست اللي هو الدايفرجن تيست. كل تيست بيبقى ليه اول حاجه ليه نظره ازاي تعرف امتى هتستخدمه، وده هنشوفه ان شاء الله مع بعض السكشن الجاي اكتر. فاحنا لازم نركز في النقطه دي لانها اللي بتخلينا نفرق بين التيستس وبعضها. طيب اول حاجه نعدي الدايفرجن تيست. الدايفرجن تيست بيقول لي ايه؟ خلينا الاول ان احنا نفرض ان احنا عندنا سيريز. السيريز دي هي عباره عن سميشن من ان بتساوي فاليو معينه 5 7 0 اي حاجه لحد ما لا نهايه اي ان، تمام. فالدايفرجن تيست بيقول لي ليميت لما الان تقول لي ما لا نهايه ابسوليوت الاي ان، تمام. شوف الليميت ده بيساوي كام. لو الليميت ده سوى 0 يبقى انا في الحاله دي ان التيست فين. لو سوى اي قيمه تانية ايا كانت القيمه دي ايه، ده دايفرجن. طيب ليه اسمه دايفرجن؟ زي ما احنا شايفين ان احنا عندنا تو كونديشن بس، يا اما التست فيل يا اما دايفرجن. طب هل بيدلني على الكونفرجن؟ لا. طيب لان مش معنى ان التست فيل ان ده اللي عندي كونفرجن. طب خلينا ناخد مثال عشان الدنيا تبقى واضحه. السؤال الخامس في الشيت. ماشي، هو هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا عندي سميشن لما الان ايكوال 1 لحد ما لا نهايه بيساوي 1 على روت ان 3. طيب لو احنا استخدمنا دايفرجن تيست، دايفرجن تيست بيقول لنا ايه؟ ليميت لما الان تقول لما لا نهايه الاي ان، تمام. ففين الاي ان؟ الاي ان هي عباره عن 1 على روت ان للتلاتة، تمام. فهي ليميت لما الان تقول لما لا نهايه، خليتها بدل ما هي روت ان 3 خليتها تلت، تمام. وخدت اللي جوه على اللي بره. لو فاكرين احنا كنا لما بيبقى عندنا روت بالشكل ده مثلا 3 اس 7 وهنا 4 مثلا، عايزين نكتبها بشكل مختلف، كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان هي بتساوي 3 اللي جوه على اللي بره. يعني هي بتساوي هنا كام؟ هي بتساوي 7 على الاربعة، تمام. ده لو انا عايز اكتبها بشكل مختلف. هكذا الوضع بالنسبة، هكذا الوضع هنا. بدل ما اكتبها جذر تلت كتبتها ان هي 1 على 3 اللي جوه 1 على اللي بره ان، تمام. طيب عوض بما لا نهاية، انا عندي تلت اس 1 على ما لا نهايه بكام؟ بزيرو. فتلت اس 0 اي حاجه اس 0 بكام؟ 1. انا هنا طلع عندي 1، يبقى ايه؟ انا هنا عندي فاليو، يبقى السيريز دي بالدايفرجن، الناتج بتاعها بيبقى ما لا نهايه. طيب ناخد اكزامبل اللي بعده. هنا سميشن لما ان ايكوال 1 لحد ما لا نهايه ان باور 3 في ان سكوير بلس 1 اس 4 على 3. طيب انا هنا زي ما قلت لكم انا هستخدم الدايفرجن تيست، انا قايله لك. طيب الدايفرجن تيست بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا ليميت لما الان تقول لما لا نهايه للاي ان. ففين الاي ان؟
دي ان ايه ان اللي عندي. فنمت لما ال ان تقول ما لا نهاية ل ان باور 3 على ان سكوير بلس 1 ان كل اس 4 على 3، تمام، نبتدي نعوض بما لا نهاية. فاحنا هنا اول حاجة عايزين نعوض بما لا نهاية، فيطلع ايه ان انا عندي ما لا نهاية على ما لا نهاية، فانا مش هعرف استخدم اللي انا بقول عليه ده. فنستخدم يا اما قاعدة لوبيتال، يا اما هناخد اكبر اس في البسط على اكبر اس في المقام. فين اكبر اس في البسط؟ سهلة، ان باور 3. ايه اكبر اس في المقام؟ انا عشان اجيب اكبر اس في المقام انا لازم افك الكلام ده، تمام. فاحنا عشان نفك الكلام ده احنا مش عارفين نفك ان سكوير بلس 1 اس 4 على 3، انا فعليا مش هعرف افكه. بس انا عندي حاجة، انتوا فاكرين لما كان بيبقى عندنا اكس سكوير اكس بلس 1 الكل سكوير، كنا بنفك ازاي؟ كنا بنقول ان هي الترم الاولاني سكوير اللي هي بيساوي اكس سكوير بلس 2 اكس، واخر حاجة بلس ايه؟ بلس 1. طيب اللي انا عايزه اطلع بيه من هنا ان احنا عشان نفك الاكس بلس 1 الكل اس 2، الترم الاولاني كان اكس باور 2 اللي هو اكس على الاس اللي بره. فانا ممكن استخدم نفس الكونسبت اللي انا استخدمته هنا، ان هو الفاريبل الاولاني اس القيمه اللي بره، فطلع لي هنا اكس باور 2، هيطلع لي هنا ان سكوير اس الباور اللي بره، تمام. فهتبقى ان سكوير اس 4 على 3، فتبقى 2 في 4 ب 8، فتبقى ان اس 8 على 3. طيب نختصر الكلام ده مع بعضه، هنطرحهم مع بعض. ف3 دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن 9 على 3. احنا عارفين طالما قيمة على قيمة والاتنين نفس الاساس، يبقى هنطرح الاس من بعض. فهنقول ان اس 3 ناقص 8 على 3، فهتطلع ان اس 9. طيب انا عندي انعوض بقى بالان تقول لي ما لا نهايه، فنعوض على ان بما لا نهايه اس 1 على 9، فساي برضو ما لا نهايه. طيب هنا عندي زيرو، لا انا عندي قيمه بس القيمه دي ما لا نهايه. فانا هنا عندي الدايفرجن تيست، لان الدايفرجن عندي دايفرجن سيريز، لان الدايفرجن تيست بيقول لي لو صفر يبقى التيست فيل، تمام. لو اي حاجه تانية ايا كانت هي ايه، ده يعتبر السيريز عندي دايفرجن، تمام. فدي قيمه نون زيرو، وبالتالي السيريز دي دايفرجن، تمام. اتمنى الموضوع يبقى واضح. تاني تيست خدته غير الدايفرجن تيست، خدته حاجه اسمها ريشيو تيست. طيب انا امتى بستخدم الريشيو تيست؟ بستخدم الريشيو تيست في حاله ان انا عندي فاكتوريال، في حالة ان انا عندي قيمة اس ان، تمام. هكذا يعني. طيب انا بعمل ايه في الريشيو تيست؟ انا بقول ليميت لما ال ان تقول لما لا نهاية ماجنيتيود اي ان بلس 1 على اي ان، لو طلع الناتج من الليميت ده اكبر من 1 يبقى ده دايفرجن، لو اقل من 1 كونفرجن، لو بيساوي 1 التست فين، تمام. تعالوا ناخد اكزامبل على طول في الايكويشن 1 في النشيط. انا هنا عندي في دي سوميشن لما ال n من 1 لحد ما لا نهايه 2 باور n على ال n، تمام. فاحنا قلنا ان احنا هنستخدم هنا الريشيو تيست، فالريشيو تيست بيقول لي ان هو ليميت لما ال n تقول ما لا نهايه a n بلس 1 على ال a n. يعني انا همسك ال a n دي، انا عارف ان دي a n، هعوض فيها عن ال n ب n بلس 1، تمام. فهتبقى 2 باور n بلس 1 على n بلس 1. طيب وبعدين هحط فيها هحطها زي ما هي بس في المقام بقى، فيروح مقام المقام بس، يعني هتتقلب، فهتبقى n على 2 باور n. انا ما عوضتش حاجه غير ان انا عوضت هنا، تمام. هنبتدي بقى نسمبليفاي كل ده مع بعضه. فهتبقى قلنا طالما الاساس واحد يبقى هنطرح الاس من بعض، فانا عندي في البسط 2 باور n بلس 1 وفي المقام 2 باور n، فنطرح الاس من بعضه، فيبقى عندي 2 في n على n بلس 1، تمام. طيب ليميت لما ال n تقول لما لا نهايه،
انا هقعد بما لا نهايه، فهتبقى ما لا نهايه على ما لا نهايه. فاما هنستخدم نفس القاعده اللي احنا استخدمناها من شويه، اكبر اس على اكبر اس، فهتبقى 2n على 2، فيبقى الناتج ب2. يا اما هتستخدم قاعده لوبيتال. لوبيتال بتقول لي ايه؟ ان انت لما يطلع لك ما لا نهايه على ما لا نهايه، اعمل تفاضل البسط على تفاضل المقام. فتفاضل البسط هنا بكام؟ ب2، اللي هي القيمه اللي طالعه هنا، وتفاضل المقام ب1. طيب انا هنا عندي 2، الاثنين اكبر من 1، يبقى انا هنا عندي دايفرجن ولا كونفرجن؟ انا عندي سيريز دي كونفرجن. تمام. ناخد اكزامبل تاني. انا عندي هنا سميشن لما ال n equal 1 لحد ما لا نهايه، 5n باور 3 2 اس n ماينس 1. تمام. هنستخدم الريشيو تيست. الريشيو بتقول لي ليميت لما ال n تقول لما لا نهايه a اس n بلس 1 على a اس n. طيب a اس a n بلس 1 يعني هشيل كل n واحط n بلس 1. تمام. هو ده اللي انا هعمله في اول جزئيه هنا، 5 في n بلس 1 الكل باور 3 على 2 اس n بلس 1 ماينس 1، فهتبقى 2 باور n. تمام. في مقلوب ال an. تمام. مقلوب ال an بكام؟ 2 اس n ماينس 1 على 5 n باور 3. هنسمبليفاي المعادلة مع بعض، فهتبقى ليميت لما ال n تقول لما لا نهاية n باور n بلس 1 باور 3 على n باور 3 هتطلع زي ما هي. تمام. وده مع ده هيبقى لي نص، والخمسة طبعا دي هتروح مع الخمسة دي، هيبقى لي نص في n بلس 1 باور 3 على n باور 3. طيب نعوم بالما لا نهاية، يطلع لي ما لا نهاية على ما لا نهاية. تمام. يا اما هنعمل حاجتين، يا اما هنستخدم لوبيتال زي ما قلنا، يا اما نستخدم اكبر اس في البسط على اكبر اس في المقام. تمام. اللي يعجبك. طيب انا هنا فكيت المعادلة، انا كنت قادرة افك n بلس 1 باور 3. تمام. فنمت لما ال n تقول لي ما لا نهاية نص n باور 3 بلس 3 n باور 2 بلس 3 n بلس 1 على n باور 3. تمام. قلنا اكبر اس في البسط على اكبر اس في المقام، n باور 3 على n باور 3، فهيروحوا مع بعض وهيتبقى لي 1، وهيتبقى لي من هنا 1. تمام. في النص اللي بره، فالناتج من هنا نص اللي هو اقل من الواحد، وبالتالي السيريز دي كونفرجن. طيب انا كنت ممكن هنا طبعا ما افكش، وان انا ما افكش ده احسن لي واسهل لي، لان انا هوصل اللي انا عايزاه في وقت اقل. تمام. فكنت من هنا على طول زي ما وضحنا في الاكس بلس 1 الكل باور 2 اللي احنا لسه قايلينها من شويه هنا دي، وهقول ان هي بتساوي الفاريبل الاولاني في الاس اللي بره، ف n باور 3 على n باور 3. اتمنى الجزئيه دي تبقى واضحه. تالت تيست خدته هو روت تيست. الروت تيست ده بستخدمه في حاله واحده، ان انا عندي مثلا حاجه اس ان. تمام. عندي الاي ان اس ان. طيب الكونديشن بتاعه نفس الكونديشن بتاع الريشيو اللي هما دول، اكبر من واحد دايفرجن، اقل من واحد كونفرجن، ايكوال واحد زيرو. هنا برضو اكبر من واحد دايفرجن، اقل من واحد كونفرجن، ايكوال واحد، اذا التست فيه. تمام. ناخد اكزامبل السؤال التاني في الشيت. ميزه الروت ان هو السؤال فيها بيبقى واضح، هو بيقول لك استخدمني، استخدم الروت في المساله دي. طيب هنا بيقول لي ان انا عندي سميشن لما ال n equal 2 لحد ما لا نهايه لل a n دي اللي هي 1 على ln n اس n. طيب هستخدم الروت تيست. الروت تيست بيقول لي نمت لما ال n تقول لما لا نهايه الجذر ال n للكلام ده، فالجذر ال n للكلام ده هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي 1 على لين ان. بعدين هبتدي اعوض بما لا نهايه. لين ما لا نهايه بكام؟ بما لا نهايه، فتبقى 1 على ما لا نهايه ايكوال 0. الزيرو ده اقل من الواحد ولا اكبر من الواحد؟ اقل من الواحد. اذا انا عندي كونفرجن سيريز. ناخد الاكزامبل بعد كده. سميشن لما ال n equal 1 لحد ما لا نهايه، 1 على n باور n، 1 على 2 باور n، في 1 بلس 1 على n اس n سكوير. تمام.
فانا قلت لك هنا هنستخدم الروت تيست. الروت تيست بياخد الروت الان للكلام ده، فالروت ان للكلام ده هيبقى لي ايه، 1 + 1 على ان اس ان، تمام، على الاتنين، لان روت ان هيخلي ال ان اللي هنا تروح، وال ان من 2 ان الموجودين هنا برضو تروح، تمام. الحاجات دي بتاعت اعدادي وابتدائي يعني، مش محتاجين نفرط فيها. فتبقى لي الكلام ده. طيب بس انتوا خدتوا نوت في المحاضرة ان انا عندي ليميت لما ال ان تقول لي ما لا نهاية 1 + 1 على ان الكل اس ان، الكلام ده بيساوي اكسبوننشال، تمام. فانا ممكن اشيل الكلام ده هنا، ليميت اشيل ليميت لما ال ان تقول لي ما لا نهاية ومعاها 1 + 1 على ال ان الكل اس ان، واحط اي اكسبوننشال، تمام، والنص هيطلع زي ما هي. طيب انا عندي ايه على الاتنين، ده اكبر من الواحد، تمام، لان الاي هي عبارة عن 2.7 وشوية كسور كده، تمام. فبما انها اكبر من 1 يبقى السيريز دي دايفرجن، تمام. رابع تيست خدتوه اللي هو الانتجرال تيست. الانتجرال تيست انا عشان انفذه محتاج يتوفر لي 2 كونديشن في السيريز اللي عندي. اول حاجه ان انا طبعا ابقى ادرك اكملها، انا مش معقوله هروح استخدم الانتجرال تيست ده انا مش عارفه اتعامل معاه كتكامل. تاني حاجه انها تبقى ديكريزنج، تمام. يعني ايه ديكريزنج؟ يعني بتقل مع الوقت. يعني مثلا لو انا عندي سيريز زي دي هتبقى مثلا بتساوي 1 + 0.5 وبعدين + ربع وهكذا، قاعدة تقل معايا، كل ترم بيبقى أقل من الترم اللي قبله، وهكذا. طيب دول الكونديشن عشان استخدم الانتجرال تيست. طيب أنا الانتجرال تيست بيقول لي إن هو الاي تكامل من قيمة الان، يعني لو الان هنا 5 يبقى هحط هنا تكامل من 5 لحد ما لا نهاية ax في dx. طيب لو الناتج من الانتجريشن ده طلع بما لا نهاية خلاص يبقى دايفرجن، تمام. لو طلع بأي قيمة تانية يبقى هنا كونفرجن. طيب نروح نشوف اكزامبل السؤال التالت. هنا بيقول لي ايه، سمشن لما ال n equal 1 لحد ما لا نهاية 1 على ال n plus 1 في ال n plus 1. طيب تمام، انا بقول لك ان احنا هنستخدم الانتجريشن. تعالوا نتاكد ان التو كونديشن هنا متحققين. طيب انا الكونديشن عندي انها تبقى انتجرابل، تمام، وزي ما هنشوف بعد شويه انها فعلا انتجرابل. تاني حاجه انها ديكريزنج، تمام. طيب ديكريزنج احنا المفروض عشان نعرف الداله ديكريزنج ولا انكريزنج نعوض بكم قيمه كده، عوض عن ال n بواحد وعوض عن ال n ب2، فنلاقي ان احنا مع الوقت بتقل. هل شرط التعويض؟ لا، لو انت بمجرد النظر شايف ان انها الداله بتديكريز خلاص قولي انها بتديكريز وخلاص. انما انت لو مش عارف عوض بكم قيمه كده باول 3 قيم، يعني هنا مثلا عوض ب1 و2 و3. طيب الانتجريشن بيقول ان هو الاي تكامل من قيمة ال n اللي هو ال n هنا بواحد اهي، تكامل من n لحد ما لا نهاية 1 على الدالة. طيب انا هنا 1 على n بلس 1 في ال n بلس 1، تمام، تكامل بالنسبة ل dn. طيب انا هنا ده تكامل ايه؟ ده تكامل ln n بلس 1، تمام. انتوا المفروض خدتوا اكزامبل زي كده في المحاضرة. اللي مش مقتنع يحاول يفاضل الدالة دي. طب انا هفاضلها هقول ايه؟ ان هي لين ان بلس 1، هقول ان هي 1 على اللي جوه اللين اللي هي 1 على ان بلس 1 في تفاضل اللين نفسها اللي جوه اللين. تعالوا لو هنكتبها هنا هاتلي دلوقتي مثلا تفاضل لين n بلس 1،
تمام، هتساوي هنا ايه؟ المفروض ان انا في اللين بقول واحد على اللي جوه اللين، ايه اللي جوه اللين؟ لين ان بلس ون، واحد على اللي جوه اللين في تفاضل الحاجة دي، تمام. فتفاضل ده ايه؟ التفاضل ده واحد على ان بلس ون، لان تفاضل اللين واحد على اللي جوه اللين، هتبقى واحد على ان بلس ون، تمام. ده لو انا حابة افاضل بالنسبة للان، تمام. اتمنى تبقى واضحة. طيب نعمل التكامل. التكامل خلاص عملنا التكامل، نعوض بقى بالباوندري اللي عندنا. فلما ال n تقول لما لا نهاية، فلين ما لا نهاية بما لا نهاية، فتبقى لين اللي بره برضو جواها ما لا نهاية، فأول ترم هيبقى بما لا نهاية ناقص الترم التاني هعوض بواحد، فتبقى لين لين اتنين، تمام. فالكلام ده هيساوي ما لا نهاية، بما ان الانتجريشن هنا اداني ما لا نهاية، إذن السيريز دي دايفرجن. طيب خلينا نشوف التست الخامس، وده يعتبر من أكتر التستات اللي بتستخدمها، اللي هو لو اتزنقت في حاجة في الامتحان يبقى هتشتغل بالكمبارزون. طيب الكمبارزون تيست بيقول لي ايه؟ ان انت لو في دالة عايز تعرف هي كونفرجن ولا دايفرجن، قارنها بدالة تانية، تمام. لو الدالة التانية دي طلعت كونفرجن والدالة الأصلية أقل منها، تمام. فإذا كان الكبير كونفرجن يبقى الصغير برضه هيبقى كونفرجن. تعالوا نشوف احنا كاتبين هنا ايه. لو أنا عندي مثلا هجيب دالة تانية هسميها بي ان، تمام، ونفرض إن البي ان دي أكبر من ايه ان اللي هي عندنا فوق، تمام. فلو كانت البي ان كونفرجن، تمام، يعني الدالة الكبيرة كونفرجن، فمن باب أولى تبقى ايه؟ تبقى الدالة الصغيرة برضو كونفرجن، تمام. طب لو جبنا بي ان وكانت بي ان دي أصغر من الاي ان، تمام، وكانت البي ان أصلا دايفرجن، فمن باب أولى ان الاي ان اللي هي أكبر منها تبقى برضو دايفرجن. تعالوا ناخد اكزامبل انا هنا عندي summation لما ال n equal 1 لحد ما لا نهايه sin ان باور 2 في ان باور 3. زي ما قلت لكم شويه ان الكومبارزون يعتبر من اكتر التست المستخدم، بلس ان هو من اصعب التستات. ليه؟ هو مش صعب، هو ملوش طريقه سيستماتيك اقدر اقول لك عليها تجيب بيها الداله التانية اللي انت هتقارنها بالداله الاصليه، لازم يبقى عندك رؤيه يعني انت للموضوع. ف مثلا انا هنا مثلا مسكت الساين ان سكوير، فقلت ان ساين ان سكوير حدود الساين من كام لكام؟ انتوا عارفين طبعا دالة الساين، واتكلمنا عنها في اول في تاني سيكشن، قلنا ان الساين اكبر من السالب ما لا نهاية واقل من السالب واحد واقل من الواحد. طيب لما اجي اقسم على ال n باور 3، فتبقى سالب واحد على ال n باور 3 اكبر، الساين n سكوير اكبر من سالب واحد على n باور 3 واقل من واحد على ال n باور 3. طيب هل انا عارف واحد على ان باور 3 هل هي كونفرجن ولا دايفرجن، او سالب واحد على ان باور 3؟ طيب خلينا نرجع هنا لحاجه جزئيه مهمه كنت انا مش هحل عليها، استخدمها بس في المسائل. ان انتوا خدتوا حاجه اسمها بي سيريز. البي سيريز ان انتوا عندكم مثلا سميشن لما ال n تساوي قيمه لحد ما لا نهايه واحد على n اس بي، تمام. هي دايما بيبقى شكلها كده، ملهاش اي شكل تاني غير كده. البي سيريز ملهاش غير الشكل ده، واحد على ان الكل باور بي، تمام. فلو كانت البي دي اكبر من واحد يبقى انا عندي السيريز دي كونفرجن، تمام. لو كانت اقل من الواحد او بتساوي الواحد يبقى السيريز دي دايفرجن، تمام. فلو جات لي حاجة واحد على ان الكل باور بي اقدر استخدم السيروم دي على طول، تمام. فانا واحد على ان باور 3 دي شبه البي سيريز، والبي هنا كام؟ البي هنا بتساوي 3 اللي هي اكبر من الواحد، وبالتالي يعتبر الترم ده كله ايه؟
الترم ده يعتبر conversion، فإذا كانت الكبيرة conversion فمن باب أولى إن دي تبقى برضه conversion، فدي تعتبر conversion باستخدام ال comparison test. خلينا ناخد حاجة تانية، دي هنا مثلا بيقول لي summation لما ال n equal 1 لحد ما لا نهاية، واحد على n في n plus 1. طيب خلينا نقول هنا حاجة، انا قلت لكم انا مش هديك طريقه سيستماتيك ان انت تجيب بيها الداله اللي هتقارن بيها، لان اصلا ما فيش. طيب احنا عندنا ان اللي هي في المقام دي، ان في ان بلس 1 يعتبر اكبر من الان سكوير صح، لان هنا لو فكنا ده هيبقى عباره عن ان سكوير بلس ان، تمام؟ ففي ترم هنا زياده، فده خلى الترم ده اكبر من الان سكوير. طيب انا لو حبيت اقلب الدالة دي اخلي اللي هو البسط ده مقام، اقول ان هي واحد على ان في ان بلس 1، تمام؟ وبالتالي علامة الاكبر من دي هتتقلب لاصغر من في واحد على ان سكوير. طيب انا هنا الدالة دي هي conversion ولا divergent؟ انا هي على شكل البي سيريز، والبي هنا 2 اللي هي اكبر من 1، فده يعتبر عندي conversion. فاذا كان الدالة كبيرة conversion، فمن باب اولى تبقى ايه، تبقى الدالة او السيرة الصغيرة conversion، فدي هنقول ان هي conversion باستخدام ال comparison test، تمام؟